بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفريق جاي فريق غني عن التعريف، فريق يلعب على الأرقام وعنده اسمه ماهوش في المكان بتاعو. نشكر فريق الاتحاد بسكرا اللي عطاني المدرب اسمه وعطاني الفرصة باش نبدا ننتقل للفريق هذا. نشكرهم وإن شاء الله يكونوا متفاهمين. إن شاء الله نلعب مع الجاي ديرو برومي كما كانوا يلعبوه، إن شاء الله نرجعوهم للقسم الأول بتاعهم إن شاء الله. كيفاش درتو الاتصالات؟ الاتصالات كانت تسمى سهلة، ما كانتش حاجة اللي تعطل، هما اتصلوا بيا، ما مديتش وقت كبير باش ندير الموافقة تاعي، أما اسم الفريق يعني على التعريف، حبيت ندير شالونج لتحدي جديد مع فريق إن شاء الله باش نرجعو القسم الأول. واش اللي حسيتك باش شكون موجود في الجماعة تاعك؟ الله يعاودو الدور الشيخ منير زغلول تسمى خدمت عنده الحمد لله. المدرب ان شاء الله هو اللي راح يرجع الفريق هذا السكه صحيحه مع الزملاء تاعي اللي تحكم في الفريق الشيخ محمد عمراني حفزوني باش ننتقل للفريق هذا ان شاء الله ونديروا حاجه مع بعض. وقلت لك شكون سمعت لك اسم طلعت ولا علاش هذاك؟ والله عندي دو باكسيسيون مع الاتحاد بسكره سكسيسيف سما عندي سعودين متتاليين، حبيت نكمل في الشهر هذا ان شاء الله تاع السعود باش نزيد نتعرض مع الاتحاد ان شاء الله. نشكر الناس كامل اللي وقفت معايا والناس اللي عرفتني والناس اللي تفهمتني، خاطرش زعما مش حاجه سهله تعرف على الفعل، سيرتو اني كنت محبوب مع الجماهير ومع الجميع. الحمد لله سعوديين متتاليين مع مستريك، ان شاء الله ان شاء الله سعود تلف مع الشباب الجاي ان شاء الله.